السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. هذه قبل ما نبدا معكم الدرس ديال اليوم، كنبغي نشكر كاع الاخوات اللي كيدعموني وكيخليوا لي التعليق ديالهم زوينه. نبداو الدرس ديال اليوم، نبداو على بركه الله. نبداو، هذه واحد الملاقيه اللي كتجي خفيفه، الملاقيه اللي هي سهله، في نهار واحد تقدري تخدميها. هنا من بعد ما ضربت في الثوب غادي نضرب ضربه واحده اخرى حداها بهذه الطريقه. كيف ما قلت لكم ملاقيه اللي هي خفيفه، ملاقيه صيفيه. هنا غادي نرجع لهاد الغرزه هذه ونلوي الخيط، نلوي الخيط جوج لويات ونجر نضرب هكذايا في الجهة المقابلة بالطريقة هذه. هنا نجر الخيط ديالي هكذا، منخليش هنا مسافة ديال حتى غرزة. نطلع الخيط لجهة الفوق ونضرب في هاد، عفوا هنا غنهبط الخيط لجهة التحت وغنضرب في هاد العوينة هذه، نحبك بالطريقة هذه، نحبك جوج حبكات. نعود نضرب هنايا في الثوب، نشد في هاد الغرزة هادي ونلوي الخيط جوج لويات ونجر الخيط لجهة الفوق، نضرب هكذا غرزة في الجهة المقابلة. دائما هكذا كنزيرو الخيط، نرجع لهاد الغرزه هذه اللي هنا، نحبك فيها جوج حبكات، نضرب في الثوب. دائما في هاد الغرزه هذه كنلوي الخيط هكذا بجوج لويات ونجر الخيط لجهه الفوق، نضرب دائما في الجهة المقابلة، نزير الخيط ونحبك بجوج حبكات، نضرب في الثوب. نحاول ان هاد الضربات نجيبهم مقادين، دائما في هاد الغرزة هادي كندخل البرون لوي الخيط جوج لويات ونجر لجهة الفوق. نضرب هكذا في الجهة المقابلة، دائما الخيط نخلي جهة التحت ونضرب في هاد الغرزة هادي، نحبك جوج حبكات. كيف ما قلت لكم هاد الملاقية كتجي زوينة وخفيفة دغيا كتطلع. هاد الغرزة هادي غادي ندخل البرة ونلوي الخيط جوج لويات، جر الخيط لجهة الفوق، نضرب دائما هكذا في الجهة المقابلة، نزير الخيط ونحبك. هنا ندخل الخيط في هذه الغرزة هذه، نحبك جوج حبكات، نضرب في الثوب. ندخل إبر في هذه الغرزة هذه ونلوي الخيط جوج تلويات، نجر الخيط لجهة الفوق، نضرب هكذا في الجهة المقابلة، نزير الخيط ونرجع لهاد الغرزة هادي، نحبك هكذايا جوج حبكات، نضرب في الثوب.
نكمل الخدمة ديالي بنفس الطريقة، دائما كنلوي جوج تلويات ونضرب في الجهة المقابلة، نزير الخيط ونحبك هنا جوج حبكات. هنا انا غنخدم هذه الملاقيه بجوج ديال اللوان، هنا من بعد ما خدمت واحد المسافة بهذا اللون هذا بالأرضية، غادي نخدم نركب خيط بلون آخر ونخدم به. خليكم معايا، غادي ندفن الخيط ديالي بهذه الطريقة ونركب خيط جديد، نركب خيط هكذا بلون مغاير. هنا من بعد ما ركبت الخيط غادي نكمل الخدمة ديالي. دائما كندخل البر في هذه الغرزه هذه ونلوي الخيط جوج لويات ونجر الخيط لجهه الفوق، نضرب هكذايا في الجهه المقابله، نزير الخيط نرجع لهذه الغرزه هذه، نحبك جوج حبكات الطريقة هذه، نضرب هكذايا في الثوب ندخل إبرة هنا في هذه الغرزة، ودائما نلوي الخيط جوج تلويات ونجر الخيط لجهة الفوق، نضرب هنا في الجهة المقابلة. غنكمل الخدمة ديالي بنفس الطريقة، خليكم معايا تشوفوا الشكل ديالها النهائي كيف كتجي. كيف ما قلت لكم راها كتجي زوينه وخفيفه دغيا كتطلع. يمكن لكم تخدموها هكذا بجوج تلوان اولا بكثر من جوج تلوان. Thank you.
انا اكتفيت هنا غير بجوج الالوان على حسب هذه تحتيه الفوقاني ديالها في هذا اللون، في هذا اللون لون احمر. هنا بطبيعة الحال تخدموا نفس المسافة، كنحسبوا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر حداش اتناش، تا هنا غادي نخدمو اتناشر اتناش وحدة باش تجينا الخدمة قادة. هذا هو الشكل النهائي ديالها، نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم ويكون الشرح ديالي واضح ومبسط. اللي كانت اول مره كتشوف القناه نتمنى انها تدعمني بلايك وابوني وتفعل الجرس باش دائما توصل بالجديد، والسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.